وللحديث عن العلاقات المصرية الأردنية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربية. يعني بداية وبعد التحية، قراءة في هذه القمة وقمة المباحثات التي جمعت اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، قراءة في توقيت بالغ التعقيد وفي وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري على قطاع غزة. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. في الحقيقة هذه القمة تأتي من سياق يجمع مصر مع الأردن، لقاء ومباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله اليوم تأتي أو تنطلق من تطابق في الرؤى، ويعني خاصة في القضايا الإقليمية وفي المنطقة وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة. في الحقيقة يعني هذه القمة تأتي بعد سلسلة من القمم التي عقدت خلال الفترات الماضية بين القاهرة وعمان. أكد الزعيمان في هذه القمة الرفض التام لجميع محاولات تصفيه القضيه الفلسطينيه وتهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم، وهذا الامر ثابت، رفض تام من القياده السياسيه المصريه منذ اللحظه الاولى للحرب من تهجيرهم من غزه الى سيناء، او على الجانب الاردني من تهجيرهم من الضفه الغربيه لنهر الاردن الى الضفه الشرقيه لنهر الاردن. وهذه ثوابت يعني قوية ومهمة تجمع ما بين مصر والأردن وتحرص عليها الدولتين. أيضا يعني كان هناك حرص في أثناء المباحثات على الدفع نحو دفع المجتمع الدولي نحو تنفيذ الوقف الفوري لإطلاق النار، ويعني مزيد من المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام التي يعني تكفي وتخفف المعاناة عن أهالي القطاع. أيضا يعني التأكيد على المسار السياسي الذي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. في الحقيقة يعني أكد برضو أو أكدت المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله على أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي في بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية. وبالتالي هنا هذه القمة تنطلق من المسارات المشتركة وتطابق الرؤى بين مصر والأردن فيما يعني يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهذا ثابت عبر التاريخ، خاصة أنه يعني نحن أمام احتلال يواصل مجازره الوحشية وقتل الأطفال والمدنيين، ويعني لديه رؤية لتنفيذ مخططاته التاريخية المتجددة التي تأخذ أشكالا مختلفة من وقت إلى آخر. أيضا يعني لابد أن نؤكد أن يعني هذه المسارات التي بدأتها أو تنتهجها مصر وتتبعها مصر والأردن نجحت بشكل كبير جدا في تغيير الرؤية والموقف الدولي تجاه ما يحدث لدى سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو مع أصدقائنا الفلسطينيين بشكل عام، لأنه لو تابعنا التغيرات التي حدثت منذ 7 أكتوبر نجد هناك خطاب كان يتبناه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، الآن بفعل المباحثات والمفاوضات والمسارات والإصرار والثوابت التي أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سواء في قمة القاهرة للسلام أو في القمة العربية الإسلامية أو سواء خلال لقاءات الرئيس السيسي مع يعني قادة وزعماء العالم، نجحت الدولة المصرية بشكل حقيقي في أن يعني تضع الأمور في نصابها وسياقها الصحيح، وتغير يعني اللغة والخطاب الأمريكي الغربي والأوروبي تجاه ما يحدث في غزة، وبالتالي هذا مكسب كبير جدا. هذا فضلا عن أنه منذ اللحظة الأولى جاء الموقف المصري قويا بما ساعد على عدم نجاح
الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط التهجير وهو بالطبع تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربية.